صديقي بنرحب بيك في قطر وبنشكرك على وجودك معنا. وفي الأول عايزين نعرف عن منظمة المشاريع الإبداعي إيه هي ودورها وعدد الدول اللي انضمت إليها. منظمة المشاريع الإبداعية منظمة غير ربحية موجودة بأكثر من 52 دولة حاليا، هدفها تأمن الأدوات والرخص اللازمة لحتى المؤلفين يقدروا يعملوا مارك للكونتيننت بتاعهم أونلاين، على أنه بعض الحقوق محفوظة، أي يعني بتخلي المؤلفين يستغنوا عن بعض الحقوق مثل حقوق التوزيع الحصرية أو حقوق الاشتقاق الحصرية ويتيحوها للجمهور. وعدد الدول اللي انضمت إليها؟ 52 دولة. تقدر تذكر لنا أسماء من بعض الدول اللي تشاركت؟ معظم الدول الأوروبية، فرنسا، بريطانيا، من العالم العربي الأردن ومصر بالدرجة الرئيسية. هلأ حاليا في بروجكت عم تصير بسوريا وبالإمارات بالإضافة لهالشيء. أستراليا من أكبر المستخدمين لكرياتيف كومونز، بحيث أنه الدولة هي المتبنية الرخص الرسمية، فهي officially established بأستراليا. أوكي، حضرتك شرحت عدد من أنواع اللايسنسز المختلفة، فعايزين نعرف مدى اختلاف كل واحدة عن الثانية وانطباقها على أي نوع من المحتوى. الرخص تتراوح بين الرخصة اللي كتير open اللي هي قريبة من الكوبي ليفت اللي هي buy only attribution only، أو بالعربي بنسميها نسب المصنف، أي بإمكانك تستخدم العمل بأي طريقة بتحبها، سواء بالنسخ، بإعادة النشر أو بالبيع، بس بشرط تذكر اسم المؤلف. وبتوصل للكتير ستريكتد اللي هي بحق لك تعمل شيرينج للأوريجينال كوبي بدون عمل أي اشتقاقات، ويمنع الاستخدام التجاري اللي هي بنسميها نسب المصنف من غير اشتقاق غير تجاري. بين الرخصتين في رخص تمنع الاشتقاق فقط، في رخص تمنع الاستخدام التجاري فقط، في رخص بتسمح لك بأنك تشتق أو تستخدم استخدام تجاري للعمل على أن يكون العمل الجديد منشور بنفس الرخصة، وهي رخص المشاركة على قدم المساواة. أوكي، فأنا كمؤلف محتوى لو أنا عايز أن أنا أضم محتوي ضمن المشاريع الإبداعية، إيه الخطوات اللي أنا يجب أن أتخذها؟ الخطوة الرئيسية هي إنه to create content اللي هي content تكون interesting، بعدين تعمل publish online أو offline book أو video. بعد ما ينتشر العمل ممكن تفوت على موقع creativecommons.org، في icon اسمه license، من خلال بس بعد ما تفتحها في form بتعبيه، بتحدد فيه إذا بدك تسمح للعمل استخدام تجاري أو لا، بدك تسمح بالاشتقاق أو لا، وشو هي الدولة اللي أنت فيها أو الدولة اللي قريب منها إذا ما في بدولتك، عشان يعطيك icons بتحطها بالسايت تاعك أو بتحط الايكون على الفيديو أو الكتاب تبع حضرتك، وهذا الايكون بيكون معمول عليه لينك مربوط على النص القانوني الكامل للرخصة حسب البلد اللي اخترته، أو ممكن تختار الامبورتد اللي هي الرخصة العالمية. أوكي، فأنا كمؤلف محتوى كيفية رؤيتي المحتوى قبل ما أنا أفكر أن أنا أنشره أونلاين، هل يجب أنا أهتم بالحصرية بتاعت المحتوى أم يجب أن أهتم أنه أوصل لأكبر قاعدة من الجمهور بصرف النظر عن الحصرية؟ إزاي أنا أوصل لها؟ بالدرجة الرئيسية Creative Commons كرخص موجهة للمؤلفين الشباب والمؤلفين الهواة. معظم المؤلفين وخاصة بالعالم العربي نحن نواجه هذا الشكل، ما عندهم الإيرادات المالية أو الإمكانيات ليعملوا ماركتينج لحالهم. فإذا كان العمل إكسكلوسيف بيصير في عندهم مشاكل كتير كبيرة بالماركتينج، وما حدا حيسمع فيه للعمل. يعني إذا فيلم هو إكسكلوسيف لألي، مين بده يسمع فيني؟ أما ما أنا عمل شيرينج أونلاين، الكريدت كله والاسم والشهرة عم تجي لألي، وبنفس الوقت أنا عم ممكن عم بيع DVD، نفس الوقت أنا عم أعمل free marketing tool، فأنا ماني مع الحصرية أبداً. وفي حين إنه Creative Commons هي بالنص بين الحصرية وبين المجانية المطلقة أو الحرية المطلقة، هي شيء بالنص بتخلي المؤلف حسب حاجته وحسب تطلعاته يختار قد من الحقوق بده يمنحها للكوميونيتي، للنتورك، للناس. طيب، نحب نعرف دور المشاعر الإبداعي للفنانين، إيه اللي ممكن تقدموه لي كفنان سواء أنا عندي فيلم وثائقي أو فيلم روائي طويل، وبعدين عايزين نعرف الدور المشاعر بتاعي في مجال التعليم ومدى اختلاف المجالين. يعني بالنسبة للفنانين في جانبين، الجانب الأول هي بتساعد بإنشاء المحتوى، بحيث لأنك إذا بتفوت على موقع Creative Commons جميع الكونتيننت اللي هي موجودة تحت Creative Commons موجودة ضمن سيرش انجن خاص عملته جوجل لمحتوى Creative Commons، فأنت أي عمل منشور تحت الرخصة فيك تلاقيه على جوجل بقلب Creative Commons، يعني في سيكشن اسمه جوجل Creative Commons. وبالتالي انت ممكن تقدر تعمل اكسس لملايين الصور وملايين الارتكلز وملايين الفوتج لحتى تقدر تستخدمه بعملك الابداعي. هي الجانب الاول. الجانب الثاني، بعد ما تنشئ عملك الابداعي
إذا كان أصيل 100% أو كان في جزء منه مشتق، Creative Commons بتساعدك على تسويقه، سواء بأنه بنشر بالمحرك Creative Commons. تاني شيء العالم بما أنه صار في عنده tool أو في عنده رخصة تصريح بأنه بحق لهم يعملوا sharing للموفي، وبالتالي لح يصير في عندك ضجة حول الفيلم، لأنه العالم لح فيه تعملوا sharing على اليوتيوب، ممكن على الفليكر أو فيسبوك. فهي الجانبين المهمين بالنسبة للمؤلف أو للفنان، أنه يحصل على محتوى ويقدر يشارك المحتوى تبعه. لكن هل في أي اعتبارات خاصة لو أنا عايز أن أنا أخد محتوى فيلم وثائقي آخر على سبيل المثال وأحطه في فيلمي أنا الوثائقي فيه، أو أي يعني اعتبارات مهمة أي صانع أفلام يجب أن سؤال كتير جيد. إذا كنت أنت أخذ من فيلم All Rights Reserved أو محفوظ جميع الحقوق، ما فيك تنشر، ما فيك تاخذ كوتيشن منه او جزء من الفيلم وتنشره تحت رخصه كرييتيف كومونز بقلب فيلمك، لانه هو الفيلم محفوظ جميع حقوقه. هلا بس في نقطه مهمه، هي بمعظم القوانين وحتى بالقوانين العربيه شغله اسمها الفير يوز او الاستخدام العادل، اللي هي انك انت اذا اخذت جزء من الفيلم just to make your point فهو ما في مشكله، بس هي دوما عليها خلاف بسموه استخدام عادل. مثل ما تعمل كوتيشن من ارتكل، هو ما نو الكوتيشن، مضطر تعمل كوتيشن لحتى تقدر تكتب الارتكل، والا ما في عندك sources. بس نفس الوقت هو محفوظ الحقوق، بس يفضل انه ما تاخذ فوتج طويل او ميوزك تستخدمه بالفيلم اذا كانت copyrighted. طيب بيحصل بعض الالتباس ما بين هل دور المشاعر الابداعي هو دور نفس دور حول المكيال الفكريه ام يختلفان عن بعض؟ بالدرجة الرئيسية المشروع الإبداعي هدفه التحكم بحقوق الملكية الفكرية أو إعطاء التحكم للمؤلف، بحيث أنه هو يلغي بعض الحقوق من عنده. بس بالعالم العربي في كتير من الناس، أو حتى برا في كتير من الناس بيستخدموه ككوبيرايت تول، بأنه مثلا بيستخدموا رخص مثل CC BY NC ND، اللي هي نسبة المصنف غير تجاري بدون اشتقاق، فبيقول أنه أنا صار عندي وثيقة قانونية. الحكي ما أنه كتير دقيق، لأنه الكيسز اللي صار فيها دعاوي بهذا السبب محدود، كيس أو تنتين، وما زلت بحاجة للمحامي. فأنت إذا بدك copyright لازم تروح عند المحامي تقول له أنا شو لازم أعمل registration، أو حسب البلد، في معظم البلدان مجرد ما أنت ألفت العمل هو already copyrighted لألك. فهو غلط استخدام رخص creative commons للحماية، هي ما أنا protection، هي sharing. لكن هل للمشاعر ده أي دور legal قانوني أم ما نقدرش؟ بالدرجة الرئيسية كرييتيف كومز مبنية من محامين، بسان فرانسيسكو المكاتب الرئيسية كلهم محامين، فهن رخصة قانونية وسليمة بجميع الدول الموجودة فيها، وهي هي البورتينج بروسيس أو عملية النقل. هي إذا رجعت للمحكمة الرخصة معترف فيها، لأنه هي موافقة للقانون. بس كرييتيف كومز كمؤسسة ما بتدخل كطرف بأي من النزاعات القانونية، ممكن إذا استشيرت تعطي معلومات أكثر عن الرخصة، بس هي كمؤسسة ما بتدخل طرف بالنزاع. أوكي، حركة ديت سي دي أو دي في دي اسمه Live Content 2.0، عايزين نعرف إيه هو بالضبط وإيه الخدمات اللي يقدمها؟ السي دي أول شيء فيه لينكس سيستم بوتابل تلقائيا، بس الدرجة الأهم أنه في كونتيننت، مجموعة من الكونتيننت المنطقات اللي اختارتها كبير المنظمة، ولقوا أنه هاي الكونتيننت هي من أجمل الكونتيننت المنشورة على كرييتيف كومونز، فكانوا عم يوزعوه على حساب المنظمة. هو فري دي في دي، وحاليا في إصدار ثالث راح يطلع قريبا. كمان فيه الكونتيننت الأحدث من أفلام، من صور، من أجمل المحتويات المنشورة تحت الرخصة. أوكي، هل حضرتك مع تقديم المحتوى مجانيا أم إن إحنا نقدمه بس بسعر رمزي؟ فيعني مع أي اتجاهين تتفق؟ المحتوى يعني نحن الثقافة دوما بتنبني على الماضي، فلو كان المحتوى عم ينباع بسعر رمزي بس أنا في عندي أدوات لأني أقدر أستخدم هذا المحتوى، فهذا شيء أمر طبيعي جدا، المؤلف حقه يحصل على دخل من خلال عمله. معظم الأفلام المنشورة تحت كرييتيف كومونز موجود منها نسخ تباع بأسعار رمزية بين 10 و 50 دولار، بس الفكرة هي مو بالسعر. الفكرة بأنه أنا شو فيني سوي بهاي الكونتنت، فيني أتفرج عليها فقط ولا فيني أعيد استخدامها في فيلم جديد، ولا فيني أبني عليها. لأنه نحن عم نعمل عملية حاليا بالحقوق الملكية الحالية، عم نحد من إمكانية التطور بالمستقبل. من قبل ما كان فيه هالستريكشن بالكوبيرايت لوز، هلأ جديدة عم تنضاف بسبب مؤسسات الميديا الكبيرة مثل والت ديزني وكذا، هن عم يضيفوا هالبروتكشنز لأنهم ليحموا مصالحهم التجارية. فمو غلط يكون في مصالح تجارية بشرط أنه ما تعمل ليميتيشن لليوزرز. طيب عملية البورتينج
الى القوانين بتاعت البلدان. عايزين نعرف يعني مجمل كده او حاجه مبسطه عنها، هاو ازاي البورتنج ده ممكن يحصل، وايه الاجراءات اللازمه عشان يحصل في اي بلد بصفه عامه. بالدرجة الرئيسية البورتينج هي ترجمة الرخصة، نص الرخصة اللي هو نص بيتضمن جميع الفقرات، شرح واضح لتعريف نسب المصنف، تعريف التشارك، تعريف المشاركة عقد المساعدة، تعريف جميع الفقرات. هو في نسخة مكتوب اسمها Unported English، مكتوبين بالإنجليزي وما موجهين لأي قانون. فمثل البورتينج هي بتيجي أول شيء ترجمة النص الإنجليزي للغة العربية أو اللغة البلد اللي بيصير فيها البورتينج، بعدين بتبلش عملية دراسة إنه شو هي الفقرات. مثلا أعطيك مثال صغير، إنه بالنص الأصلي بتحكي عن الـ collecting societies واللي هي اللي بيجمعوا revenues للـ authors بالراديو فرضا. فمثلا بمصر بالأردن ما في collecting societies، فكانت البورتينج بالأردن إنه نشيل الفقرة تبعية الـ collecting societies. ممكن بقطر يكون في فقرة جديدة أو في فكرة جديدة، في مؤسسة جديدة مسؤولة عن جزء من الملكية الفكرية، فلازم تنضاف ضمن نص الرخصة. بعد ما تصير هي عملية التحوير القانوني للرخصة، تترجم النسخة المعدلة للإنجليزي وترسل لسان فرانسيسكو، بيصير في نقاش بين المؤسستين، بين كرياتيف كومونز والمؤسسة المسؤولة، ومن ثم تعتمد الرخصة بعد التعديلات وبعد كذا، وبتنحط بموقع كرياتيف كومونز بحيث إذا حدا من قطر حابب يعمل لايسنس للكونتنت تبعه بيقدر يختار قطر، وبالتالي بتصير valid بالمحاكم القطرية. طيب سؤالي الأخير، لو قطر حابت إنها تنضم إلى المشاع الإبداعي وتخلي المحتوى بتاعها مرخص، إيه المؤسسات التي يعول عليها إنها تاخد المبادرة لشيء زي ده؟ وهل هي لازم تكون مبادرة من مؤسسات أم ممكن بس تكون من أفراد؟ المبادرة بتبلش من أفراد، بس لازم يكون في مؤسسة راعية. المؤسسة الراعية طبعا المؤسسات الـ NGOs بالدرجة الرئيسية، المؤسسات non profit أو مؤسسات الـ education تعليمية ثقافية، جامعات، ممكن مؤسسات الدولة المتعنى بالثقافة كمان أمر كتير مهم. وبتبلش المبادرة، بتبلش المبادرة بأنه بيصير تعارف بين منظمتين، بعدين بيصير في توقيع اتفاقية صغيرة، اتفاقية هي مثل shaking hands اسمها MOU، ثم تبدأ عملية البورتينج. أوكي. بنشكر حبيبي جدا على اللقاء ده، وبنتمنى كل التوفيق للمشاعر بتاعي.